يقول: ما حكم إرضاع الكبير من أجل أن يصبح محرما للمرأة؟ هذا لا أصل له ولا يصبح محرم للمرأة، لأن الرضاع في الحولين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هذا وقت الرضاعة. أما إرضاع الكبير فهذا قول شاذ لا عمل عليه. نعم، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر سهلة بن سهيل بن عمرو أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة، لأنه يدخل عليهم ويخالطهم. هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة لا تستعمل في غير موردها وموقعها، وهذا بإجماع أهل العلم إلا من شذ منهم فلا عمل على هذا.